السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي من سلسلة شواء ريحانة، كمان نقدم لكم بنجال بالشرمولة أو مقبلة ديال الباذنجان. كيجي رائع جدا ولذيذ كما كتلاحظوا الشكل ديالو في الصور. كيف ديما إلى عجبكم فيديو بارتاجي ووضع لايك انضمام للقناة. بسم الله نمر المقادير والطريقة. كنحتاجو الكيلوغرام ديال الباذنجان اللي هو البنجال، من الافضل يكون شويه صغير. كنغسلوه مزيان، كنأكد كيتغسل مزيان بالماء والخل او الماء وعصير الحامض، ومن بعد كنشفوه. كنحاول نزول هذوك القطع ديال الباذنجان اللي بالاعلى اللي كتكون شويه زائده، كنحيدها وكنقسمها على اربعه بلا ما كنوصل للطرف الاخير، يعني كنقطعها على اربعه كما غتشاهدوا. كنزول هذا الفائض الاخضر اللي كيكون يابس، كنحيدوه باش كنقادوه. كنزول هذوك القطع، يعني كاضافه ممكن تخليوهم ماشي بالضروره تحيدوهم. وكنقسمو القطعه، كنعمل فيها على شكل علامه زائد بلا ما نوصل للاسفل ديال الدنجال. كتبقى شاده راسها، يعني القطعه كلها قطعتها بنفس الطريقه. هذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه. كنوضع الدنجال كيتبخر تقريبا ما بين 20 دقيقة حتى 30 دقيقة على حسب الحجم ديال الدنجال، واش صغير ولا كبير. المهم انه كينضج، ولكن ماشي ينضج واحد الدرجة اللي هو كبيرة، كيبقى شوية شاد راسو، كينضج لينا من الداخل. كنتأكدوا انه يعني طاب. مكونات الشرمولة، كنحتاجو صلصة حارة اللي كتبقى اختيارية، الكمية ديالها التوابل كتبقى حسب الرغبة ديالكم، قليل من الابزار اللي هو الفلفل الأسود، عندنا تحميرة اللي هي فلفل أحمر حلو، وعندنا الكمون، وأيضا كنحتاجو الملح اللي كتبقى أيضا حسب الذوق. هاد المكونات كلها كتبقى حسب الذوق. جوج فصوص ديال الثوم محكوكين في الحكاكة رقيقة بزاف. عندنا جوج معالق كبار ديال عصير الليمون الحامض مع ملعقة كبيرة ديال الخل ابيض من الافضل. كنحتاجو القزبر ومعدنوس اللي كيكون شويه بزيت. هذه المكونات ديال الشرموله. وكنحتاجو ايضا زيت الزيتون، الكميه اللي كتكون شويه كثيره، ماشي يعني كتبقى عينا ميزاننا. هذه المكونات، كنخلطو المكونات كلها مع بعض بين قوسين. ممكن هذه المكونات بعد ما تخلطوهم مع بعض توضعهم في مقلاه واحد المده ديال 5 حتى 8 ديال الدقائق فوق نار مهيله حتى كتنسجم. انا ما غاديش نشحرهم، غنخليهم كما هما وغنضيفهم للبنجال بعد ما كيتبخر. انا عطيتكم احتمال ممكن توضعوا هذه المكونات يعني في مقلاه على واحد نار متوسطه تقريبا 5 حتى 8 دقائق فقط. هذه ممكن، انا ما غاديش نوضعها فوق النار. نخلط المكونات كلها كما لاحظتوا. التوابل كتبقى حسب الرغبه ديالكم، ممكن ملعقه صغيره. انتما غادي ممكن تذوقوا الشرموله، الا ناقصه شي حاجه كتضيفوها. ها هي دابا جاهزه بالنسبه للدنجال بعد ما تبخر. هذا هو الشكل ديالو كما لاحظتوا، كيكون رطب ولكن ماشي كنخليه حتى كيطيب بزاف، يعني كيفقد كلشي. كنخليه شويه متماسك ولكن الداخل ديالو كيكون رطب. كناخد مقدار ملعقه صغيره وكنملأ الدنجال من الوسط بهذيك الشرموله اللي حضرنا سابقا، وكنوضعهم في اناء ديال الزجاج ولا اناء اللي كيكون مخصص للثلاجه، نحتفظوا به في الثلاجه. هاد النوع ديال المقبله ديال الباذنجان ممكن يبقى في الثلاجه حتى 10 ايام الا كنا غادي نحتفظوا به، والوقت اللي بغيناه كنتناولوه كنخرجوه من قبل. كنحاولوا نملؤ كل قطع ديال الدنجال بالشرموله، وهذاك الشرموله اللي كتبقى لنا كنفرغها على الدنجال، وكنحاول هذاك زيت الزيتون كيغطي لنا الدنجال. نتوما الا كنتو غتستعملوا واحد الاناء اللي كيكون شويه هكا مستطيل، من الافضل زيت الزيتون يغطي لكم الدنجال، لان زيت الزيتون كيعقم لينا. وكتغطيوه اما بالغطاء ديال الوعاء اللي عندكم او بفيلم اليمونتير كما لاحظتوا. زيت الزيتون هو هذاك، ممكن كما ذكرت لكم يعني يكون مغطي لكم الدنجال او تغطيه بفيلم اليمونتير وتدخلوه للثلاجه وقت اللي بغيتوه، يعني كتقدموه كمقبله مع طبق رئيسي.
على حسب افراد الاسره، كتاخذوا جوج قطع او ثلاثه بطبيعه الحال، كترافقوا مع هذاك زيت الزيتون وكتقدموه بالصحه والراحه، راه كيجي رائع جدا. غير ملاحظه، وضروري تختاروا الدنجال اللي كيكون بلدي، كيكون من الحجم كيكون صغير باش كيجيكم لذيذ وبصحه وراحه. كيف ديما الى عجبكم الفيديو بارطاجي ووضع لايك وانضمام للقناه. شكرا للمتابعه.